حلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض عن خطوات توصيل الهاتف أو الموبايل بالطابع الكانون بيكسما G3420 أو G3460 من خلال خاصية الاتصال المباشر بدون استخدام الراوتر الواي فاي ولا استخدام الكابل اليو اس بي. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نربط الهاتف او الموبايل بالطوابع مباشرة في الطوابع الكانون بيكسما G3420 والطوابع الكانون بيكسما G3460 من خلال خاصية الاتصال المباشر بدون ما نحتاج الراوتر الواي فاي ولا نحتاج اي كابل. فمبدئيا كده قبل ما ندخل في اي خطوات هنروح لجهاز الموبايل وننزل برنامج كانون برنت انكيجيت اند سيلفي. والخطوه التالتالي هنروح على البلاي ستور او الاب ستور ونكتب في السيرش كلمه كانون ونختار اول اختيار كانون برينتر، ثم نختار ثاني اختيار وهو كانون برنت انكيجيت فاصله سيلفي، ثم نختار تثبيت، ثم ننتظر لحد ما البرنامج يثبت معانا. بعد ما البرنامج يثبت معانا هنعمل فتح ونختار اجري، ثم اجري مره اخرى، ثم اوكي، ونختار اثناء استخدام التطبيق ونختار السماح. بعد كده ما تعملش اي خطوة نهائي ونروح للطوابع مباشرة عشان نكمل باقي الخطوات. وزي ما انتم شايفين دي شاشة الطوابع، شايفين الزرار ده؟ هعلق صباعي عليه وهنا بيقول لك بروسيسنج جاري معالجة. بعد كده هنروح للموبايل عادي جدا ونعمل خطوة مهمة، هنروح نفتح القائمة اللي فيها الواي فاي اللي في الموبايل. هنلاحظ تاني اختيار كانون اي جي 73536 جي 3020 اس او جي 3020 سيريس، هنختار عادي جدا. هيقول لك الشبكة متصلة بالجهاز، يتعذر توفير اتصال بالانترنت. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان احنا وصلنا الهاتف بالطوابع مباشرة، فبالتالي النت هينقطع عليك لان الطوابع ما فيهاش خدمة الانترنت، تمام؟ وبعد كده هنعمل ايه؟ هنقفل عادي جدا ونروح لبرنامج كانون اللي احنا نزلناه، نفتحه عادي، ثم نختار اوكي، ثم تنتظر. والخطوه دي ما تعملش فيها اي حاجه نهائي وتختار اخر اختيار ماي راوتر از نوت ان ذا ليست. هيقول لك عايز توصل الطبعه دي بالدايركت كونكت، هتقول له يس. هنا بقى هتختار اول اختيار اسمه كوبي باسورد او تعمل سكرين شوت بالصفحه دي عشان دي هتحتاجها مهمه جدا زي ما عملت كده، ثم تختار اول اختيار كوبي باسورد. هتلاحظ الطبعه بتاعتك بعد ما عملت كوبي باسورد ظهر لك في الشاشه بالشكل ده، هتختار اوكي، ثم هنروح للموبايل ونعمل خطوه بسيطه وهنتعلم ازاي نطبع من الهاتف، فيلا بينا. وبعد كده تفتح الشبكه عادي جدا عندك، ثم هتلاحظ ان الطابعه اتغير اسمها في الشبكه واولها كلمه دايركت، بعد كده كام رقم على كام حرف وجي 3020 سيريس، هنختار عادي جدا. هيطلب منك باسورد، فاكر لما قلت لك خد كوبي باسورد؟ هتقف هنا كده ثم تعمل لصق، تعمل اظهار، هو ده بقى الباسورد الخاص بالطابعة. لو انت عايز توصل اكتر من جهاز موبايل على الطابعة فهو ده باسورد الطابعة. وفي اخر الفيديو هعلمك ازاي تطبع الورق اللي فيها الباسورد وتحافظ عليها، ثم نختار اتصال. زي ما انتم شايفين تم الاتصال، وطبعا زي ما عرفنا ان ما فيهاش خدمه الانترنت، ثم نفتح البرنامج بتاعنا عادي جدا، تمام، ونعمل سيرش. وزي ما انتم ملاحظين بيقول لك تم اتصال الهاتف بالطوابع مباشره. هنغلق الصفحه دي بالاكس عادي جدا، والصفحه دي كمان نغلقها عادي جدا. دلوقتي عايزين نطبع اي حاجه مبعت لنا اذا كان بي دي اف او صوره، هنعمل ايه؟ هنقفل عادي جدا، تمام، وهروح على اي ملف بي دي اف عندي وهختار وليكن اول ملف عندي مكتوب ويلكم، ثم هنطلع فوق ونختار شير او مشاركه، ثم هنختار سند اكوبي، ثم هنختار برنامج كانون اللي انا نزلته اهو، ثم هنختار يس، ثم نختار نيكست من تحت، ثم نختار اوكي، ثم بعد كده هنختار برنت. طبعا انا تبع خمس ورقات فانا هطبع ورقه واحده ومش هكمل الباقي عشان ما هدرش في الورق او في الحبر. زي ما انتم شايفين الورقه طبعتها من خلال البي دي اف، تمام. طب دلوقتي انا اتعلمت ازاي اطبع ملف بي دي اف، عاوز اتعلم ازاي اطبع صوره. الموضوع سهل جدا، هنخش على الاستوديو بتاعك عادي جدا ونختار الصوره اللي احنا عايزينها وليكن الصوره بتاعت الباسورد بتاعنا، ونعمل مشاركه او شير، ثم نختار البرنامج بتاع كانون بتاعنا اللي احنا نزلناه من شويه او اخترته خلاص، ثم هنختار يس، وطبعا الصوره حجمها صغير هنظبط بس شويه اعداد في الصوره، هنختار بريت سيتنجز، ثم نختار تالت اختيار بيبر سايز ونخليها دي A4. بعد ما خلصنا جميع اعدادنا كلها نرجع خطوه لورا، ثم نختار نو، ثم نختار برنت.
ودي الصورة اللي طبعتها من الاستوديو. طب انا دلوقتي عايز كل حاجة اطبعها تبقى بالابيض والاسود فقط، مش محتاج الالوان. هنختار الصورة زي ما هي عادي جدا زي ما احنا فتحناها اهيت، ثم نختار مشاركة ونختار البرنامج بتاعنا عادي جدا بتاع كانون برنت اهوت. هنقول له يس. في الخطوه دي هنخش على برنت سيتنجز، ثم نختار سابع اختيار مكتوب كلر مود، ضغطه واحده عليه. طول ما الاختيار ده معمول كلر فاي حاجه هتطبعها بالاسود والالوان زي ما هي بالظبط، لكن لو اخترت مونوكروم اللي هو تاني اختيار فاي حاجه ملونه هتطلع بالابيض والاسود بدون الوان، وهترجع خطوه عادي جدا وتعمل برنت. طب دلوقتي انا عاوز اطبع باسورد خاصيه الاتصال المباشر اللي موجوده في الطابعه، بحيث الباسورد ده احفظه معايا واي حد عايز يربط بالطابعه هيطلب منه الباسورد ده ويدخله بكل سهوله. هنيجي هنا عند زرار الصيانه ضغطه واحده عليه، ثم نختار تاني اختيار ديفايس سيتنجز اوكي، ثم نختار تاني اختيار لان سيتنجز اوكي، ثم نختار اخر اختيار برنت لان ديتيلز اوكي، ثم ننتظر ورقتين هينطبعوا معانا. هو ده الباسورد، بس انا لما عملت له سكرين شوت طبعته من الهاتف. دي اول ورقه، ننتظر الورقه الثانيه. زي ما انتم شايفين دي الورقه الثانيه طبعت اهيت، الباسورد فوق اهوت ار ار او بي. هنا لو شفت الباسورد اللي انا اخدته سكرين شوت ار ار او بي، يعني الاثنين نفس كل حاجه بالظبط. عايز تحفظ دي بسكرين شوت تخليها معاك، عايز تخلي دي معاك مفيش مشكله. وبيقول لك هنا الاس اس اي دي اللي هو اسم الشبكه دايركت جي 3020 سيريز. حاجه مهمه جدا قبل ما اقفل معاكم الفيديو، قبل ما تيجي تطبع من الهاتف لازم تتاكد ان الموبايل متوصل بشبكه الطوابعه اللي هي قدامكم دي. لو انت شابك الموبايل بشبكه الراوتر الواي فاي فمش هتطبع معاك، لازم توصلها بشبكه الطوابعه وهتطبع معاك بكل سهوله. تاني حاجه لازم تعرفها، مش هيطلب منك كل شويه تدخل الباسورد. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده، اتمنى كنا لعجب، اتمنى الموضوع يكون لعجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.